صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. ساعات الواحد ما يعرفش الخيرة وين، ويبدأ يتحسر ويتندم على حاجة كان يحبها ومشيت عليه، أو على حدث صار له وهو ما عينوش فيه. وماكم تعرفوا بنادم ما يملى عينه كان التراب، وديما مش راضي باللي مقسمه له ربي ونسطره له في حياته، ونشوفوه ديما يعبر على غشه وقلة رضاه بالكلام وإلا بالتصرفات. والإنسان بطبيعته يحب كل حاجة يتصور إنها ماشية تصعده، ويسعى باش يحققها ويعيشها، وهذا في الأصل حاجة باهية. أما إذا ما صارتش ما هيش نهاية العالم، وزايد يتغشش ويتنرفز ويفش غلو ساعات في أقرب الناس ليه، وهما ما عندهم حتى ذنب في اللي صار معاه. وتدور الدنيا وترجع له وتقوله وتذكره اللي هو راهو في النهاية الخيرة في اللي يختاره ربي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كيما في حكايتنا الليلة، خلينا الساعة نشوفوا شنو اللي فيها وشنو هي حكايتها، ونرجو بعدها نكملوا حديثنا. والله يعطيك صحة في الفكرة، طلع منك يا وحيدة. صارلنا برشا حتى احنا حسيت ربي يخليني لكم ديما نلمكم ونجمعكم ببعضكم. مرحبا مرحبا بكم، زادتنا البركة، نستوني احنا جايتكم. ان شاء الله فرحت عزة، ان شاء الله فرحتك. اي طبعا ان شاء الله ديما ملمومة. شو عاشك اي بيدو ميرسي رموش. اجي نبارك. احليها اللمة بيتك، سمعت كلامنا ولا مشيت معانا؟ انتي ديما عقدتها ما تحب لا تدخل لا تخرج. ايه خبر بشوية جو الزينة مستيقظ الخدمة. والله ولا الريحي ولا ما عادش خالد، ديما في استخاس حتى باش يتفرد ما عادش لك الوقت. تصورش قديش توحشتكم 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 على الاخر، على الاقل الواحد يذكر ايامي تقبل حسين. تعرفوا البنات جد في وقتها اللمة هذه، صار لنا برشا هكا ما تلمدناش. انا نجمش نوخر برشا، نزيد شويه ونمشي. علاش انت مازال بكري تو باش قعدنا تلمى تو بدات تشتحلى وانت باش تمشي؟ شنو نمشي حزاره العمل فيها السيد نتوا؟ بربي يزيني عنده الزين والعين هذا الكل، ما تحبوش يكون حزاره. صراحه البنات فاز عندها حكايه، ما يحكينا حاجه شنو حكيت. حكيتي طويلة ومنحبش نتثقل عليكم. سير حكينا سير نتثقل علينا تحبوا نسمع لباه. حكيتي حكيت امرأة جبت 5 بنات، رجلها فد ما حبش، قالها زيدني 6 ليه بنتي ولا نعرفها، والنهار ما تزيدوش في الدار. اما ربي قدر لا تعاود تحبل وتجيب له الطفلة السادسة، كان تصور يحن عليها، أما هو لحن على المرأة لا على بنته. طفلة بنت نهار قام مع صلاة الفجر وحتى قدام باب الجامع، تحركت منه حتى شعره، أما استغرب كي روح في الليل قاها في بقعتها كيما حتى قلت استنى فيها روح بها. ما نحكي لكم شعاد على فرحة أمه، عدت ليلة كاملة تحمد في ربي تدعي له ما يبعد عليها بنتها. أما رجلها في الصباح وتقامها حتى فرد في الأصل، وكيما النهار الأول قاها في الليل وما قام حد. سبحانك يا ربي. 7 أيام كل نهار يقيمها في الفجر ويروح بها في العشاء، حتى ليه فدوا أيس رماها في الدار كيف كيف بلاش، هو أصلا ما يغزر ليش، كمل نساها وقت مرته حبلت، جابت له الوليد اللي استنى فيه مع أول طفل ولدته، ماتت بنته الكبيرة. أما ما حسش الفرحة غطت كل شيء، وزادته مرته الوليد الثاني والثالث، 5 أولاد، ومع كل طفل يجي تموت له طفلة. أما كل شيء يمهم كانت تبكي عليه، هو كان فرحان بولاده. مشيت الأيام وكبروا صغاره، توفيت مرته الله يرحمها،
ولادو كل واحد شاف حياته كي تفكروا في التليفون كله باهي، اما بنته اللي العمر ولا حن عليها ولا حتى نظر لها في عينيها، قعدت هي ديما بين يدينا. الحكايه هذي كلها شو مدخلها في حكايتها؟ الطفله اللي بوها مرضاش بيها وقلبه طاوع ويرميها هي انا. انت علاه ديما ما نلقاش وقت لروحي؟ ما نجمش نسيبه وحده، بابا كبر والدنيا دارت بيه، الولاد اللي تمناهم حطهم في عينيه ما راولوش بيه، بكى الدم نادم على اللي عملوا معايا. شكون يعرف كان قامني شكون وانا بنت النهار كيما تمنالي؟ شكون عنده توا يتلها بيه؟ أمانة هو يبقى بابا، هو الراجل اللي أنا أحبه، هو أخويا وبويا وصاحبي وأمي اللي سيبتني وأنا صغيرة. أنا ما نجمش نسيبه وحده، هو ولدي اللي نحن عليه، خويتي بنيو حياتهم. أمانة هو الحياة اللي قدرها لي ربي وأنا قابلة بيها، والدمعة اللي تهبط من عين بابا جرح في قلبي. أي سيدي، الطفلة اللي مرضاش بها البو وحب يتخلص منها على خطرها أنثى، طلعت هي اللي سدت عليه في كبره وغطاته بطيبتها وحنانها. والولاد يطلوا على أبوهم في الشهر مرة ولا مرتين، هذا كان طلوا. وإحنا حديثنا قياس على اللي ديما مش حامد ربي وهو مش عارف الخيرة وين، وقداش من حاجة صارت لنا تمنيناها ما صارتش وهي فيها كل الخير. عنا برشا عادات واعتقادات في بلادنا وفي مجتمعاتنا العربية المسلمة ما هيش من الدين ونقاصيه منها عنا سنين وسنين. أحسن حاجة الواحد باش يرتاح ويريح غيره أنه يرضى باللي قسمه له ربي، ويعرف أنه الخيرة فيما اختاره الله. الإنسان من حقه أنه يسعى ويجري، ولكن مش من حقه أنه يعترض على حكم ربي. من حقه أنه يحب يكون ما خير، أما مش من حقه يسخط ويلوم ويلوم على ربي سبحانه اللي وحده اللي يعرف الخير وين. الرضا باللي قسمه ربي للإنسان نعمة، وفيه فهم صحيح للدين الحنيف يخلي الإنسان باله مرتاح وقلبه مطمئن. وربي يكتب لنا الخير لينا وليكم إن شاء الله، وربي يعطي لكل واحد منا ما يتمنى من اللي قربوا لخالقه ويكون له فيه الخير دنيا واخرة. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلكم زينة.